السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي مشاهدي أون تايم سبورتس في كل مكان، وحلقة جديدة من ملعب أون تايم. النهاردة مباراة الحقيقة كبيرة، مباراة كبيرة وقصة وحكاية ورواية. الحقيقة النهاردة قصة كبيرة ما بين النادي الأهلي وما بين بيراميدز. بيراميدز النهاردة بيتعادل مع النادي الأهلي في مفاجأة مدوية، سير المباراة كله لصالح النادي الأهلي، الفرص كلها لصالح النادي الأهلي، الاستحواذ لصالح النادي الأهلي. الشوط الثاني بيراميدز بيلعب 10، بعد ما بيراميدز ابتدى يلعب 10 خلاص الأمور بقت كل التوقعات، الأهلي هو المهاجم، هو اللي مسيطر، هو اللي قاعد بيضيع في أهداف وضربات جزاء. بيراميدز النهاردة تمسك في المباراة. بلغة الكورة كده أحيانا يقول لك إيه، في فريق ممكن ما يكونش الأفضل ولكن مسك في الثلاث نقاط. تحية كبيرة النهاردة لتكيز جونياس، تحية كبيرة. بيراميدز النهاردة أمام النادي الأهلي ليه شكل يعني فنيا. أول مرة نقف ونتكلم نقول بيراميدز بيحضر، بيشتغل، بيتحرك، بيطلع من تحت. ليه النهاردة رؤية، في النهاردة شكل بيراميدز. بيراميدز مسك في الثلاث نقاط، يعني عايز النهاردة كان يكسب من أول الشوط، بيلعب النهاردة على مكسب. بعد الطرد راحت المباراة، تقدم بهدف، قدر الأهلي على طول يرجع بعد ما فيش دقايق معدودة، خلاص الأفضلية للأهلي في الهجوم. الأهلي زاد في هدف، كل الناس قالت لك الموضوع اختلف. رجع تاني بيراميدز تمسك بالعودة للمباراة في التعادل، تمسك رغم صعوبتها، مش قادر يواجه هجوم النادي الأهلي، ولكن بيشتغل عن طريق المرتدات. رمضان صبحي النهاردة واحد من نجوم بيراميدز بلا منازع. رمضان صبحي واحد من نجوم بيراميدز ونجوم اللقاء. الأهلي النهاردة اتعادل أمام بيراميدز ليه؟ هو ده السؤال اللي نقعد نسمع إجابته واحدة واحدة وبهدوء جدا. المباراة النهاردة يتحملها موسيماني. أنا أتكلم على وجهة نظري وأتحمل أي انتقاد، مفيش مشكلة خالص، بس أنا النهاردة أتكلم عن وجهة نظري. موسيماني النهاردة لا يتحمل التعادل أمام بيراميدز بأي درجة من الدرجات، لا بنسبة 10% ولا 20 ولا أي حاجة خالص، لأن توجيه اللوم النهاردة الموسيماني يبقى هينزل ياخد الكرة هو بإيديه، يتمشى يحط الكرة في الشبكة. مدير فني بتغير تغييرات هجومية، بتشتغل من الأطراف، بتشتغل من العمق، بتوصل فرقتك كل 5 دقايق، ضربة جزاء ضائعة، أكتر من هدف ضائع، هتعمل إيه؟ رهانك بتكسبه على حسين الشحات وكهربا اللي اتكلمنا فيه قبل كده، ولكن واضح النهاردة إن شعار اللي ضايع يستقبل هو شعار سليم بنسبة 100%. علي معلول النهاردة مش يومه، ضيع ضربة جزاء كان غير موفق فيها في العارضة، راحت، وفي النهاية هو ده حال كرة القدم. يتحمل الشناوي التعادل النادي الأهلي النهاردة أمام بيراميدز. وهنا هقف وأرجو إنكم تسمعوني كويس. أنا أكتر من ناديت إن محمد الشناوي هو الحارس رقم 1 في مصر وحارس مصر الأول، خلاص كلامي ما تغيرش سنتي. بس النهاردة أنا طالع برسالتين، رسالة لمحمد الشناوي ورسالة للجمهور، جمهور النادي الأهلي يعني. رسالة لمحمد الشناوي، الخطأ ده ما ينفعش حارس كبير يعمله، ما ينفعش حارس بحجمك مصنف رقم 1 في مصر يعمل الخطأ ده، ما ينفعش. ممكن نقبل ده من أي حارس عادي، والأخطاء وردة، عشان الناس ما تفهمش إن إحنا بنقف لحد هالأخطاء. الشناوي حارس كبير وأرقامه كبيرة، ولكن في قواعد ثابتة في حراسة المرمى. الحركة دي التانية للشناوي هذا الموسم، الخطأ ماشي، ولكن في النهاردة حركات ومواقف لا تجوز. كرة القدم ما فيهاش كده، كرة القدم ما فيهاش كبير، حارس المرمى ما بيرقص، حاجات كتيرة جدا على خط المرمى ما فيهاش هزار. واحد هيقول لي حارس المرمى محمد الشناوي مع دفاع نادي الأهلي يتحمل، أيوه يتحمل الشناوي 60% وخط دفاعه رامي ربيعة والمجموعة 40% من عند قفشة ومن عند رجوع الكورة. لأن أول مرة أشوف مشهد النادي الأهلي بيرجع الكورة بالشكل ده. يعني النادي الأهلي بيرجع الكورة لحد حارس المرمى بالشكل ده، والشناوي بيعمل كده على خط المرمى. الخطأ ده ما يعملوش حارس كبير،
او بالعربي وبالبلدي ما يعملوش محمد الشناوي. ليه بتكلم اول رساله لمحمد الشناوي؟ هنا لازم انصحه وفوقه، لازم اقول له اصحى، لا ده الخطا الثاني هذا الموسم. انت حارس كبير، انت حارس رقم واحد في مصر، انت حارس النادي الاهلي الكبير، انت حارس كبير. وجمله مهمه ان اقول انت حارس كبير بعد الخطا النهارده، لان يظل الشناوي حارس كبير، ولكن الخطا ده لا يجوز. انت رايح نهائي افريقيا، لازم تبقى عارف ان ده ما يتكررش. النادي انت رايح منتخب مصر الاول، رايح كاس عالم، انت مكمل في الدوري الممتاز. الخطا ده يكلف فريق بطوله، ويكلف فريق نقاط، ويكلف فريق حاجات كتيره جدا. الشناوي النهارده من بدايه المباراه برضو الجهاز الفني للنادي الاهلي كان لازم يتكلم معاه، لان في اكتر من 3-4 كور الشناوي بيطلعهم بهذا الشكل، ترجع الكوره يقوم عاملها لوب من فوق مدافع يقوم مبصيها. في الحاجات دي ما تقدرش تاخد الريسك، ما تقدرش. اذا النهارده الشناوي يتحمل المسؤوليه، يتحمل المسؤوليه بنسبه كبيره. رساله الجمهور بقى، رساله الجمهور دايما دايما جمهور النادي الاهلي عود لعيبته ان حتى لو في لوم دقائق معدوده، ثم بعد كده دعم فوق كمل، دعم فوق كمل. انا شفت صفحه قبل ما اخش للنادي الاهلي عليها حوالي مثلا مليون وي شخص اهلاوي، وكان السؤال تدعم الشناوي او تعترض عليه؟ كل الناس ادعم حتى لو في حد بس الخطا من عنده وادعمه. اذا النهارده الجمهور بيدعم، الجمهور اللي عنده نيه النهارده ان هو دايما يذبح بعد خطا، افتكر ارقامه، افتكر انجازاته، افتكر اللي فات. ده مش سيف زاهر اللي بيقول، هنا موسيماني اللي بيتكلم، هنا موسيماني اللي بيتكلم. موسيماني اللي اتكلم بعد المؤتمر قال انا هفتكر الخطا بتاع الشناوي وانسى كل اللي فات، وانسى كل اللي فات. وده على فكره اللي حراس مرمى كتير في مصر اتكلموا عليه، حتى محارس بيتظلم بيقول عاملوني زي الشناوي، اما بيتالق مكمل، اما بيغلط بيصبروا عليه وبيدعموه. اذا الجمهور النهارده لازم يدعم، لان ارقام الشناوي الكبيره جدا جدا ما تخليش الناس تطلع السكين، ولا تخلي ان يكون فيه ذبح، يخلي ان يكون فيه عتاب ثم مسانده، عتاب ثم مسانده. الناس النهارده وقفت على الخطا لان اللي عمله الشناوي حارس كبير مفيش كلام، والحارس الكبير الناس ما بتتقبلش منه اخطاء ساذجه، ما بتتقبلش منه. انتهت المباراه، ما يخص الشناوي انتهت المباراه، فكر في بكره، بكره يوم جديد. على طول بنقول كده، العتاب عندنا ما بياخدش ثواني، والدعم دايما بياخد دقايق. كمل، بكره يوم جديد. عدى في سموحه بازمه، رجع تاني قدر يقف، وصل مع الاهلي البطوله الافريقيه. يظل الشناوي حارس كبير، يظل الشناوي الحارس رقم واحد في مصر، ده واقع. وجهنا رساله للشناوي، وجهنا قلنا الشناوي يتحمل خطا المباراه، يتحمل النقطتين. وجهنا رساله للجمهور، واذا خطوة تانية واللي جاي إن شاء الله بإذن الله يكون أفضل.